في فنان جميل من الفنانين اللي أول ما سألته على يسرى قال حاجة غريبة قوي. إيه؟ تيجي نشوف قال إيه ونرجع نكمل كلامنا. آه. نشوف. يعني. يسرى دي جميلة الجميلات. جميلة. يعني كلمة جميلة حتى مش بتتقال على الجمال بس لكن على جمال الروح. جمال الروح طبعا. آه. وهي فنانة كبيرة. آه. فنانة فنانة يعني. وعملت أدوار كتير مع حضرتك طبعا. الله الله. جميلة الجميلات يا حبيبي يا عادل، ربنا يخليك ليا يا رب. ده شهادتك دي تاج على راسي، تاج كبير على راسي، بيكبرني وبيعليني وبيديني ثقة في روحي. وإذا كنت كبرت وبقيت كويسة فعلشان أنا برضو تعلمت منك حاجات كتيرة قوي. ربنا يديك الصحة وما يحرمناش أبداً لا منك ولا من فنك ولا من إنسانيتك.